ليش البنات بشكل عام هن بعاد عن كرة القدم أو تحسين ما يفهموا كرة القدم؟ يعني هي أصلاً للشباب، يعني تحس أنه مو إلنا، يعني مو مودنا. أنا بحسكم بتشاركوا بس بالفوز والخسارة. إيه بس مشان هيك نشجع، إنه مشان البريستيج، إنه عين إحنا بنشجع هيك. لأنه ما لهم داعي بهالشغلة. يعني بتحس بيقولوا ليش هي مو جول ومع مين الأخضر ومين الأصفر، بيضحكوا العالم عليهم ليش؟ مزبوط، لأنه يعني ما بتحسهم مثلنا متعمقين بهيك قصص. يعني نحن بنحضر مباريات كثير، هن ما لهم بهالقصص، هن بقصص التصوير و بس لما مثلا امبارح فاز برشلونه تشوف كل بوستات البنات مبروك مبروك ميسي. مبروك، ايه مبروك ميسي. هن بس الفوز والخساره حطهم، ما بيعرف اكثر من هيك. بس هيك شيء نظري ما فعلي. شيء نظري بس. يعني بتحس انه هذا الشيء مخصص بس للشباب؟ لا بالعكس، هو جمهور بيكون جمهور هيك وهيك. بشكل. في اولاد صغار بيحبوا كمان الطابع، عرفت كيف؟